هاي الدار كل لحظة يتجدد يا عيال زاي الدار البيت متوحد قول يا قطعة من الروح نرسل لك احنا شواك ويا حمام الدوح غاليين طيبين جينا نرد الدين ونحبكم احنا العراقيين أعزائي المشاهدين في ضيفي وضيف حلقتكم لهذا الأسبوع مع رجل الأعمال المستثمر السوري الدكتور تراس البسنلي وهو صاحب ومدير عام شركة النبراس للاستشارات الإدارية والمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في إمارة دبي في منطقة جنوب دبي. دعنا أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفكم وكحلقة توثيقية لكم وللأجيال القادمة. بالبداية دكتور فراس أسعد الله مساءك يا سيدي. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. الله إحنا سعيدين بلقائك وبوجودك معنا ضمن برنامجنا المليوني كفاءات للإمارات وكلنا زايد. حياكم الله حياكم الله, الله أهلا حيك. وسهلا بكم. الله يحييك. تشرفنا بلقائك. الله يطول بعمرك يا رب. يعني دكتور فراس كما جرت العادة في برنامجنا برنامج كفاءات للإمارات وكلنا زايد وكما هي سياسة البرنامج أن نعرف السادة المشاهدين بضيفنا. حفظ الألقاب فراس البسنلي أين ولدت وكيف نشأت؟ وكيف كانت انطلاقتك في حياتك العلمية والعملية؟ تفضل يا سيدي. أنا مواليد دمشق. نعم. سوريا. نعم. نشأت في سوريا وأكملت دراستي العلمية في سوريا, درست في كلية الاقتصاد والتجارة. نعم. وحصلت على استمرارية في الشهادات التقنية كCBA Certified Public Accountant. نعم. والCMA المحاسب الإداري المعتمد. نعم. تدرجت بالعمل الوظيفي من محاسب إلى مدير حسابات إلى مدير مالي مدير حسابات وختاما إلى مستشار مالي وتنفيذي. نعم. على مدار السنوات كان في خبرة عملية. نعم. تزيد عن 20 سنة بمجال الحسابات والإدارة العامة. اكتسبت الخبرة الوافية سواء كان في جمهورية سوريا العربية الحبيبة ودولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. يعني اكتسبت خبرات كافية للوصول إلى ما أنت عليه حاليا بفضل من الله. نعم. باشرت أعمالي بالإمارات بال 2012. نعم. كانت واعدة بفضل من الله, لقينا كل الدعم والتشجيع في الإمارات. انطلقنا بمشروع النبراس للاستشارات الإدارية بال 2019. نعم. كمتمم متوج للخبرات اللي حصلنا عليها. نعم. بهدف دعم الأفراد منشآت البسيطة والمتوسطة. نعم. لتجاوز العقبات اللي ممكن يصطدموا فيها في حياتهم المهنية. نعم. وكانت تجربتنا بهذا المجال تجربة بناءة. نعم. نشكر الله على هالفترة اللي قدرنا فيها بداية الانطلاق انه كانت فترة ترقى الى تطلعاتنا. كما استفدنا ايضا قبل اللقاء شركه النبراس للاستشارات الاداريه والماليه, يعني انت عندك اكثر من يعني اكثر من خدمه تقدر تقدمها لصاحب البزنس, ويجب ان يكون صاحب البزنس يرغب هذا الشيء. نعم. نعم. واكيد كثرت شركات الاستشارات الاداريه داخل دوله الامارات وفي منافسه شريفه وعاليه في هذا المجال. نعم. وين بتشوف حالك ضمن هاي المنافسه؟ وبتحكي لنا اكثر عن شركه النبراس للاستشارات الإدارية كأنظمة محاسبية كأقوى نقاط البيع, كيف أنتوا بتهيئوا البزنس بالطريقة الصحيحة؟
بداية السوق واسعة ومنافسة فيها عالي، نعم، لكن لكل فرد نصيبه من جهده، من اعتنائه بالزبائن، لكل مجتهد النصيب، لكل مجتهد النصيب، نعم. نقول ما يميزنا عن الآخرين الخبرة الواسعة بأكثر من مجال، يعني نتيجة سنوات ماضية أغلب المجالات كان في عنا خلفية عنها. استهدافنا للشريحة اللي يكون في دراسة مسبقة عنها، أكيد، طبيعة العمل، بدايته، الحاجات المستقبلية والحالية للزبون المستهدف. بدك تعرف إيش هو السوق اللي بدك تستهدفه، يعني سواء كان من الشركات الكبيرة أو الشركات المتوسطة أو الشركات الصغيرة أو المشاريع، خلينا نحكي. نعم. استهدافكم ويعني أكبر شريحة ممكنة ممكن تستفيدوا منها أو تعاملتوا معها وقومتوا البزنس تاعها. التركيز تبعنا كان يكون على الشريحة البسيطة والمتوسطة. نعم. لأن البزنس مبني على مفهوم مساعدة الآخرين. نعم. الشرائح البسيطة والمتوسطة يندر أو يصعب عليها تحمل التكاليف الإدارية العالية. نعم. يعني تجد صاحب الاستثمار يحاول تركيز جهده على الأمور التشغيلية. نعم. بيحاول توفير التكاليف المالية. نعم. فبالتالي تجده قدر الإمكان يحاول يخفض منها. بعد فترة يتفاجأ بعقبات نسعى جاهدا أن الوصول إليه قبل أن يصطدم بالعقبات. نعم. قد يكون لديه المعلومة التشغيلية لكنه يفتقر لها المعلومة الإدارية أو المالية. نعم. نسعى قدر الإمكان على استهداف أكبر شريحة، دعم رواد الأعمال ببداياتهم. نعم. هذا بيكون بحاجة لدعم لنصيحة، حل وتذليل المشاكل الداخلية. نحن نستهدف عادة الشركات في البداية في النشأة، لأنه تكون في البداية تستطيع أنك بده تساعده، استشارة، بده دعم معلومات، والأسهل لأنه عم يطلع من الوصول إلى أعلى القمة في البزنس لتحقيق أهدافه. نعم. عنده استراتيجية، عنده جول، عنده أهداف قد تكون موجودة في ذهنه لكن ما عرفان كيف يوصل له. نعم. دورنا بيجي بدعمه، تحليل أعماله. نعم. إعطاء الوقت الكافي للزبون، ونحن بنعتبر هي أكثر، نحاول قدر الإمكان نفوت معه بالخطوات. نعم. ونفوت معه بالتحليل كل إجراءات والسياسات اللي هو يفترض به أن يستخدمها ليصل لنتيجة الأعمال المرجوة، الهدف المرجو، الغاية اللي هو عم يبحث عنها. نعم. نتكلم أستاذ دكتور فراس البسنلي، أبرز وأهم الشركات اللي أنتم استهدفتوهم، يعني كان لكم الصيت الواسع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أهم الشركات اللي أنتم قمتم يعني بإنجازاتها ووصلتم برضو أنتم كشركة النبراس وصلتوا للأهداف برضو اللي بدكم إياها، شو أهم الشركات استهدفتوها؟ والله استهدفنا وكانت فعلا يعني هي شركة نقلة نوعية. شركة كانت يوجد لديها كادر إداري، وجد فيها محاسبين، وجد فيها ستاف. دخلتنا ما توقعنا أن يكون فيها الحاجة لخدماتنا في البداية، لكن وقت دخلنا بالعمق وجدنا أن الشركة لها 5 سنوات تتبنى نظام معلومات بسيط، تفاجأنا أنه ما بيحقق متطلباته. نعم. تتميز النبراس بالموضوعية والشفافية. نعم. وعدم الانحياز. كل شركة بتكون قائمة، قد يكون بعض خلينا نقول عدم الاتفاق على رأي معين في مسألة معينة. نعم. وهذا الأمر شائع. نعم. لكل موظف وجهة نظر. أكيد. لتطبيقه. أكيد. فكانت بصمتنا مع الشركة بصمة يعني ملموسة. واضح. نقلناهم نقلة موضوعية من استخدام الحسابات فقط كإدخال بيانات لبناء نظام مالي يمكن الإدارة من صناعة القرار بأسرع وقت ممكن. نعم. وهو هذا نحن نعتبره المطلب الرئيسي، أن صانع القرار يأخذ القرار تبعه من بنية داتا تبعيته. نعم. وليس عن طريق التقرير أعد. نعم. ضمان لسلامة التقرير، ضمان للحيادية بالتقرير، وأمن المعلومات والاستثمار في المعلومات في المستقبل. نعم. كل داتا بتكون سنة عن سنة هي تعتبر كنز بالنسبة للمستقبل، تمكنه لتحليل أعماله واتخاذ قرار سليم. الماضي والحاضر، الداتا الموجودة تصبح ذات قيمة، طريقة الاحتفاظ فيها، طريقة استثمارها لبناء
سيناريوهات محتملة في اختيار القرارات، إذا أخذنا الخيار بي ولا سي ولا إيه، أيهم يفضل نسبة للماضي والمستقبل. نعم. فكانت يعني هي شركة متوسطة، لكن فيك تقول حجم أعمالها كبير، كان لنا فيها بصمة واسعة. أيضا كافيه في دبي مول له 3-4 سنوات عم بيعمل بطريقة معينة، طلبوا الاستشارة، لقينا أنه بحاجة إلى الارتقاء بالنظام تبعيتهم. نعم. بضبط الهدر، زيادة الإنتاجية، أمور كتير كانت غائبة عن الإدارة. نعم. البصمة كانت واضحة بالوفر اللي صار. نعم. بالأخير الخدمات تبعنا تهدف لنقل موضوعية. نعم. ما بين قبل وبعد. نعم. ما قبل النبراس وبعد لمسات النبراس. نعم. دكتور فراس، هل هناك في معوقات أو مشاكل يعني أو هموم يعني واجهتك خلال فترة عملك في البدايات، خلينا نحكي وصولا إلى هذا الوقت؟ طبعا ما في أي عمل بيبدأ من دون تحديات. نعم. لنقل تحديات. نعم. التحديات كانت بالبدايات، البدايات صعبة دائما. أكيد. من ضمن المصاعب اللي واجهناها انه بفتره البدايه اجت الازمه العالميه الكورونا. نعم. اللي هي كانت تحديات خارج عن ارادتنا. نعم. ايضا البدايات قبول الاشخاص، يعني نحن نتعامل مع معلومات فيها خصوصيه. نعم. تقبل الاشخاص لفكره استشاري من خارج ملاك الشركه تبعهم بحاجه الى توصي من شخص الى شخص، لذلك نحن كنا نقدم الزيارة الأولى مجانية، بيقدر يستطلع فيها الجوانب اللي ممكن يكون فيها أثر ملموس، نعطيه الضمانات الكافية أنه كل معلوماته وكل ما يمتلك من بيانات فيها سرية، فيها موثوقية. إذا لاحظنا نحن ما بنذكر اسم أي شركة. نعم. حفظا لسرية المعلومات لخصوصيته. نعم. قد يكون لدينا عميلين متنافسين. نعم. نحفظ سرية كل عميل على حدة. نعم. فهي كانت أحد التحديات، لكن بفضل من الله الجهود، يعني نشيد بدور دولة الإمارات الواعد، دولة داعمة، دولة داعمة للبزنس، دعم في فترة الأزمة. يعني الدور الملموس اللي لاحظناه. نعم. الدعم اللي قدموا لنا إياه بكل الجوانب. نعم. مكننا من الاستمرار. نعم. يعني كانت كنا قدام نهاية الطريق، لكن دعم حكومة الإمارات قادة وشيوخا. نعم. كانت مثل يحتذى فيه. دكتور فراس، نتكلم عن رؤيتكم المستقبلية إن شاء الله خلال 5 سنوات قادمة. يعني أكيد كل رجل أعمال ناجح وكل بزنس ناجح داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بيكون في رؤية مستقبلية إلى الأمام، يعني خلال على الأقل 5 سنوات القادمة. نعم. خلال 5 سنوات القادمة وين راح نشوف الدكتور فراس؟ وين راح نشوف شركة النبراس للاستشارات الإدارية؟ نأمل من الله التوفيق على مدار 5 سنوات. نعم. بما أن ببلد واعد، بلد متقدم يدعم كل الأنظمة العالمية. نعم. فانا ننظر ان شاء الله بعد 5 سنوات انتشار اوسع، مصداقيه اكبر، شهره اكبر، رضا زبائن وعملاء اكثر، شركاء استراتيجيين. نعم. والتوسع ايضا داخل التوسع واستهداف اكبر شريحه ممكن، يعني الوصول للعالميه. نعم. نعم. يعني هذا ان شاء الله ضمن استراتيجياتنا باذن. نعم. واحد احد.
يا سيدي شو بتعني لك نعمة الأمن والأمان؟ وشو بتنصح المستثمرين اللي بالخارج الذين يريدون الاستثمار داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟ بداية الحمد لله على هاي النعمة. نعم. لأنه نعمة الأمن والأمان لا تقدر بثمن ولا يوازيها شيء. نعم. الأمن والأمان نتكلم بلغة إدارية. نعم. رأس المال جبان. أكيد. ويبحث عن أكثر الأماكن أمن وأمان. بيئة آمنة وبلاد خصبة وحاضنة للاستثمار. نعم. نعم. الأمن والأمان في الإمارات يتعدى الأمن الشخصي حتى الأمن الاقتصادي. لا تستيقظ في الإمارات لتجد سعر الصرف متغير. نعم صحيح. هذا الثبات. نعم. بيعطي قوة لأي صانع قرار. نعم. عندما يريد الاستثمار أو التخطيط للمستقبل، هو بيعرف إنه هاي البلاد بلاد مستقرة اقتصاديا وسياسيا وماليا. نعم. الأمن اللي فيها بيخليك تتحرك كل الأوقات، النهار والليل سيان. نعم. ما في خوف، في جرأة. نعم. في راحة، أمان يشاهد فيه حتى من الدول الأجنبية. نعم. وبالتالي نلاحظ أن أغلب الاستثمارات الكبيرة تنشد الإمارات. نعم. وأصبح يعني أيضا في مكاتب إقليمية لشركات كبرى داخل دولة الإمارات، وهذا دليل واضح على الاستثمار وحجم الاستثمار الهائل ما شاء الله داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. الميزة الموجودة ميزة تنافسية، ميزة الأمن والأمان، ميزة المناخ الاستثماري الواحد في الإمارات، ميزة تنافسية لا تتوفر الكثير من الدول بنفس المعطيات. نعم. فيها التنافسية في القيمة عالي. عالي. في القيمة والمردود. نعم. فننصح خلاص. ننصح بشدة لكل المستثمرين التوجه للإمارات واستفادة واستغلال الفرص الموجودة فيها. فرص برضه بلاد الفرص. بلاد الفرص. دكتور فراس، سؤال: لماذا اخترت دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار وجمع الخبرات ما شاء الله الهائلة الموجودة عندك؟ ليش بدك تختار دولة الإمارات العربية المتحدة مع العلم أنت كمستثمر سوري كان متاح لك دول عديدة وكثيرة للاستثمار فيها؟ نعم. ليش بدك تختار دولة الإمارات؟ دولة الإمارات تمثل العالم في دولة. نعم. العالم الفاضل، يعني إذا أردنا أن نرى أسطورة لمدينة فاضلة، مدينة ذكية، مدينة هم أكثر من 250 جنسية، وهذا دليل واضح على التنوع الثقافي. تنوع ثقافي، ثراء فكري، ثراء اجتماعي. نعم. فرص واعدة، أمان استقرار، يعني هاي الفرص ما بتجدها بكل الدول. نعم. إذا وجد الاستثمار في خوف من الأمن الشخصي. نعم صحيح. يعني أكبر المشاهير بيذكر لك أنه لا يوجد، لا تخشى على سيارتك في الخارج أنها تسرق أو أن يحصل أي مكروه في الطريق العام. نعم صحيح. على طول في استشراف للمستقبل، لا ننتظر أن تقع المشكلة لنجد الحل. في الإمارات ترسم الخطط والسياسات لمئة سنة إلى الأمام. نعم. دكتور فراس، يعني في نهاية هذا البرنامج وقبل نهاية اللقاء، يعني لو أردنا منك رسالة إلى شيوخ وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة على نعمة الأمن والأمان وعلى المناخ الاستثماري المهيئ حقيقة للمستثمرين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكيد يعني نخص بالذكر أكيد يعني صاحب سمو الشيخ سيدي محمد بن زايد آل نهيان، أطال الله في عمره، اللهم أمين، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي. ويعني نريد منك أيضا رسالة شكر خاصة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي كون البزنس تاعك في إمارة دبي، تفضل يا سيدي. نتقدم بالشكر والدعاء من القلب لأصحاب السادة سمو الشيخ محمد بن زايد، سمو الشيخ محمد بن راشد وجميع حكام وقادة الإمارات. نعم. نرجو من الله لهم التوفيق والسداد. نعم. وأن يأخذ بيدهم للاستمرارية. نشكر لهم حضنهم لنا ورعايتهم لنا. نعم. بلد الإمارات لا تشعر أنك غريب. نعم صحيح. ما تشعر أنك وافد. نعم. بلد كريمة سخية، نتمنى لهم طول البقاء ونتمنى لهم التوفيق من الله والسداد. نعم. نشكر لهم اهتمامهم بكل طوائف المجتمع. نعم. بكل فئات المجتمع. نعم. نشكر لهم اهتمامهم فينا، ما بتشعر في الإمارات بالغربة. نشكر لهم رعايتهم لنا وحسن استقبالهم، أبوابهم مفتوحة المشرعة للجميع. نعم. أهلا وسهلا بكل صاحب فكر، بكل مستثمر، بصدر رحب بلا استثناء. نعم. بلد كريمة معطاءة، نرجو من الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يوفقهم لكل خير ويرضى عنهم. يعني نحن لا نجد كلمات في اللغة العربية توفيهم حقهم. لذلك نلجأ إلى الله في الدعاء لهم بالسداد والتوفيق والبقاء وطول العمر. وشكرا من القلب للقلب. وشكرا من القلب للقلب. نعم. جزاكم الله كل خير. الله يطول عمرك. دكتور فراس، في نهاية هذا البرنامج أيضا
قبل النهاية نريد أن نأخذ منك رسالة شكر يعني خاصة إلى من شئت، إلى شخص أو أشخاص كانوا داعمين لك في خلال فترة علمك وعملك، وإلهم البصمة الواضحة في شخصية الدكتور فراس. والله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. أتوجه بالشكر لكل من كان له دور في إضافة علم معلومة علمية لدي. نعم. وأخص بالشكر كل من ساهم. نعم. وأخص بالشكر الدكتور بسام عجول. نعم. من أقدم وأهم المحاسبين القانونيين في دولة الإمارات. نعم. يعني كان بالنسبة لي مثال يحتذى فيه. نعم. من الخلق والدأب وال يعني كان مثال يحتذى فيه. نعم. والدكتور حسين البني تغمد الله برحمته توفى قريبا، كمان كان من الأشخاص اللي كانت تحثني على التعليم والاستمرار في تحصيل الشهادات وصولا للدكتوراه. نعم. الكثير يوجد لكن المقام ضيق لا يتسع لشكر الكثير. الأهل. أشكر الأهل، أشكر الوالدة، أشكر الزوجة، أشكر جميع من دعمني وساعدني لأصل لهذه المرحلة، ونشكر الله عز وجل. في الأخير وما توفيقي إلا من الله. نعم. أهيأ لنا الأسباب للوصول إلى هذا المكان، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعني الآن أرقام التواصل سوف تظهر أسفل هذه الشاشة، نريد أن ننوه للسادة المشاهدين قبل النهاية موقع شركة النبراس للاستشارات الإدارية والمالية. شركة النبراس موقعها في دبي الجنوب. نعم. دبي الجنوب المبنى A3. نعم. أرقام الهاتف ستظهر في الأسفل. نعم. مع الإيميل. نعم. مجرد ما تم التواصل معنا راح نحاول نستقبلهم ونلبي احتياجاتهم. نعم. ونقدم لهم الزيارة الأولى مجانية. نعم. تعارف. نعم. توضيح ما هي الجوانب اللي ممكن ندعمهم فيها. نعم. ذكر تجارب مشابهة لقصصهم دعمهم للوصول لأهدافهم، مع تمنيات التوفيق لجميع رواد الأعمال. نعم. يعني دكتور فراس البسنلي يعني اللقاء لا يمل. يعني نشكرك على حسن استقبالك لفريق قناة الخليجية وصوت العرب، ونتمنى لك التوفيق والسداد دائما في دولة الفرص دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن شاء الله بنشوفك من إمارة دبي إلى السبع إمارات ومن السبع إمارات إلى العالمية بإذن الله. حياكم الله، ونتمنى لقناتكم المزيد من التوفيق والنجاح. قناة داعمة وتدعم الكفاءات. نتمنى لدولة الإمارات قادة وشعبا المزيد من التوفيق والاستمرار والتقدم. نعم. نأمل من الله أن نكون عند حسن ظن كل من اتصل بالنبراس الاستشارات الإدارية. نعم. ونكون عند حسن ظن الجميع. نعم. يعني نشكر لكم زيارتكم. الله يحييك. يعني أعزائي المشاهدين، في هذه الكلمات الطيبة لا يسعني إلا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة رجل الأعمال الدكتور فراس البسنلي، وهو صاحب ومدير عام شركة النبراس للاستشارات الإدارية والمالية في إمارة دبي وبالتحديد في منطقة جنوب دبي. نشكركم على حسن هذه المتابعة، وإلى اللقاء بكم مجددا.